ديجا عطيتهم انطلاقه ديال هذا المشروع. دونك هو المشروع يندرج في اطار المبادره الوطنيه التنميه البشريه في اطار اتفاقيه شراكه ما بين عماله اقليم اسفي المديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه والجامعه الترابيه الشهيره. والطابق الاول جناح ديال الطفول فيه 2 بطاقه استيعابيه اجماليه بين 40 ساليه. وكذلك الطابق الثاني اللي هو مخصص جناح للإناث فيه 2 طاقة استيعابية 40 سرير بما إجماله في جلوبال 80 سرير طاقة إجمالية. المتدخلين قسم تجهيز العمالة الأسفي مهندس معماري صلاح الدين لوتي Thank you.